فاحنا عندنا الزيتون وعندنا من احسن ما يكون هذا الزيتون، وما قدرش يعجز الانسان انه يشري واحد برميل ديال الميكا ويشري 60 كيلو ديال الزيتون يدير معها الملحه ويهرسها بالحجره لولادو، كيمشري يشري الزيتون مراقب الان. يعني ما تشريوش، انا نقول لكم ما تشريوش، الخراب والدمار اللي كتشريو الان كله مضروب بالصودا، الزيتون في المغرب كله مضروب بالصودا، الصودا من اخطر المكونات الكيماويه، هذه الصودا الكاويه، هذه لا صود كوستيك، اي مصبنين له الصودا. ما يقدروش تشريو نتوما انفسكم في ديوركم دير برميل فواحد القنت ودير فيه الزيتون وملحه، ما تقدروش ديروها، وضع عجز عجز هاد الناس هادو، ما تقدرش تجيبوا الاوراق الزيتون عندكم الديوار.